بدايكم يا حبايب قبل الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس واللايك بالله عليكم ما تنسوش. طبعا النهارده رحت السوق. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ازيكم يا حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير، نسمي بالله ونصلي على سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام. طبعا ايه ده يا منسمه اللي قدامك ده؟ ايه دي؟ شهروات يا جماعه على بعضها كده للطيور. بتروح السوق متاخر كده ايه بعد الظهر يوم الجمعه، او لو السوق شغال عندك كل يوم روح اخر النهار برضو هتلاقي شروات كده بتبقى رخيصه. هي يعني معقوله سعرها، مش رخيص او مش غالي قوي، معقوله حلو. يعني البطاطس احنا عارفين كلنا ان البطاطس اليومين دول رخيصه جدا طبعا، والجزر طبعا. ايه ما تروحي متاخر هتجيبي برضو الحاجات اللي زي كده اللي هي كسر والحاجات زي دي، هتجيبي الكيلو ممكن بجنيه ونص، بس انا جبت الكيلو ب2 جنيه بصراحه ربنا ما كانش فيه كتير فحبيت اخدهم وخلاص. بقى نسمي بالله ونصلي على سيدنا محمد. اللي بيشوف قناتي الاول مره يشترك فيها ويدعمنا بلايك يا حبايب قلبي. طبعا رحت ايه جبت الجزر ده، يعني دي اربعات، دول اربعه ودول اربعه، الشنطتين الجزر دول. وجبت البطاطس دي، الجزر ده انا جبته ب2 جنيه الكيلو، والبطاطس انا جبت الكيلو منها بجنيه ونص. البطاطس دي بصوا بتبقى خضره كده على المشرخه دي، على الحاجات دي ايه بيديها لك كلها في قلب بعضها بيعبيها لي. جبت طبعا ادي شنطه 2 3 4، جبت اربع شنط اهم، 1 2 3 4 4، وشنطتين جزر اهم، الاثنين دول جزر. وجبت بقى ايه، لقيت البتاع دوت ده فجل بتاع السلطه، زي البنجر وزي اللي احنا بنخليله ده اسمه ايه، اللهم صل على النبي، اللفت، زي اللفت. طبعا اخر السوق بيبقى رخيص جدا، بيبقى 5 كيلو ب10 ولا 4 كيلو ب10، فانا جبت ايه 4 كيلو ب10، والبنجر برده خدت ال 4 كيلو ب10 اهو، جبت برده 4 كيلو، كان اخر السوق. ده كله هناخد منه برده للبيت وهناخد منه للطيور، مش وحش. بصوا البنجره ما شاء الله اهي، ما فيهاش يعني ايه، مش بايظه ولا اي حاجه ولا مستويه ولا اي حاجه، ده سليم كله اهو. هناخد منه للبيت شويه وهنحط ايه، طبعا ده مفيد للولاد ومفيد للي عنده انيميا، وفي ناس بتستعمله في كريمات للبشره، في يعني بيستعملوه في حاجات كتير قوي، يعني مليان يعني كله فيتامينات بصراحه ربنا، جميل جدا. وده حلو قوي بيتحط على السلطه برده، في ناس بتحطه على السلطه، الفجل ده بتاع السلطه هو معروف انه بتاع السلطه. طبعا انا جبته برده عشان اخد منه كام واحده كده للبيت والباقي نبشره للطيور. وجبت اللهم صل على النبي، جبت 5 كيلو رد اهم، عشان انا عندي كزب هنا وعندي تشيشه، يبقى ناقصني ايه الرد عشان نقلب كله على بعضه، وعندي حبه علف. وجبت طبعا كلفه حمام، جبت ال 2 كيلو دول كلفه الحمام عشان الحمام اللي عندي. المهم جبت حبه حاجات ما شاء الله كويسين. طب النهارده هناكل الطيور بتاعتنا ايه؟ هناكلهم بقى اللهم صل على النبي، هنبشر لهم من كل الحاجات دي. هنحط جزر يا اما نسلقه على النار يا اما نبشر، لسه ما ايه ما قررتش. لو لقيت نفسي كسلانه كده هسلقهم على النار وخلاص، واروح ايه عجنهم ايه مع الدشيشه ومع العلف ومع الحاجات اللي هنحطها للبط. عايزه اقول لكم الحاجات دي موفره جدا، يعني لو انت عندك بط وعندك فراخ بلدي، اي طيور بقى عندك في البيت ما عدا الساس وما عدا الابيض هياكل من الحاجات دي. ممكن كمان ترمي منها للحمام، يعني بص ده بتخلطي للطيور كلها ترمي منها للحمام، بس طبعا انسب حاجه للحمام الكلفه عشان الحمام ايه ينتج معانا برده بيبقى كويس، لكن من وقت للتاني ممكن نحط برده ايه حبات للحمام منها مش مشكله. بس عايزه اقول لكم يعني بصوا موفره جدا. البطاطس انا خدتها بجنيه ونص، يعني خدت حوالي اللهم صل على النبي 16 كيلو، دول 16 كيلو. والرده طبعا انتوا عارفينها الكيلو ب 12 جنيه، ودوت انا جبت الاربعه ب 10 او الخمسه تقريبا، الخمسه البنجر وده زي بعضه، الاثنين زي بعض. هو كان عايز يبيع الثلاثه ب 10، انا قلت له لا هاخدهم ايه الخمسه ب 10، كان اخر السوق بقى. بس والله فيهم حاجات حلوه مش وحشه زي ما اوريكم اهو، بصوا والبتاع اللفت دوت اسمه ايه دوت الفجل بتاع السلطه ده كله سليم، مفيش حاجه فيهم بايظه، عشان احنا في الشتاء الخضار ما بيبص على فكره زي الصيف. اللهم صل على النبي، جميل جدا، بس هو مشكلته ان هو بيبقى حراق شويه، بيتحط على السلطه، في ناس بتحب تاكله كده، بس يعني هو بيبقى حراق سنه يعني. اللهم صل على النبي. شنطه البنجر بصوا جميله برده، تحط على السلطه تستعمليه زي ما قلت لك، في ناس بتسلقه وتاكله، في ناس بتحطه بتاكلوا ني كده، في ناس بتعملوا على عصير الفراوله بيبقى جميل برضو، بيدخلوه في كذا حاجه. طبعا هننقي بقى ايه، هنحط ده كله في اطباق بلاستيك او في حاجه عندنا ايه ما بنستعملهاش، وهناخد الحاجات اللي هي ايه مثلا اللي هي مشروخه زي دي كده نستعملها في الاول. ننقي البطاطسيه مثلا اللي هتلاقيها فيها حته مكسوره كده زي كده، دي عشان مش هتقعد عندك، ممكن ايه تستوي وتعمل ريحه وحشه، فنقضي دايما الخضار اول باول، خدي منه الحاجات ايه اللي هي داخله على البوظان كده، هي دي مش بايظه ولا حاجه، بصوا ناشفه خالص اهي، بس احنا هننقي الحاجات اللي زي كده نعملها الاول عشان ما تقعدش عندنا وتبوظ. ولو عايزه تستعملي منها البيت ممكن تشيلي دي خالص وتستعملي الحته اللي في الظهر دي للبيت، مش وحشه برضه. بصوا عايزه اوريكم
الناس كلها كانت بتاخد منها والله للطبيخ وكده اهو، بس هي عيبها ان فيها الحته الخضراء دي. انت ممكن تعملي تقطعي منها وتحمري اللي هي السليمه، والتانية خليها للطيور. انا عن نفسي جايباها للطيور، ولو لقيت فيها حاجه كويسه هنخليها للبيت مش مشكله. المهم اللهم صل على النبي. بص شروه يعني زي العسل، تقعد معانا ما شاء الله يجي اسبوع. تعالوا نشوف بقى بشرنا مع بعض ايه. بشرت لهم بقى ايه من الحاجات اللي كنت جايباها من السوق دي كلها. بصوا بشرته قد ايه، دول جزرتين وبنجرتين ووحدتين من اللي هو ايه قلت لكم عليه، اللي هو الفجل بتاع السلطه ده والبنجر. بصوا يا جماعه والله العظيم حاجه، الحاجات دي جميله جدا، الفيتامينات كلها يعني. بصوا حاجات رخيصه جدا وبتشبع الطيور، ويعني في وقت الغلاء بتاع العلف اللي احنا فيه ده الحاجات دي موفره جدا، وهتربي وانت مرتاحه جدا. يعني يعتبر ايه خلطه موفره جدا. بطاطس طبعا انا ماليه طبق بطاطس اهو، بصوا اللي تحت ده كله ما شاء الله يعني ايه. اه عايزه اجيب لكم البطاطس اهو من تحت. بصوا بشره بطاطس كتير قوي تحت، بس ايه بشرت ده دوت على الوش عشان ايه اوريكم انا بشره كميه قد ايه. يعني انا بشره من كل حاجه اتنين اتنين اسمها ايه دي، جزرتين بنجرتين، اتنين من الفجل بتاع السلطه، ويجي 2 كيلو بطاطس بقى بشرته. كسلت بصراحه ايه اسلق واعمل، قلت ايه وعين السريق اسهل والله، بس جبت المبشره على طول وخليت بنتي غسلتهم ورحت ماسكاهم بشراهم وانا قاعده كل حاجه كده بقشرها، بنغسل كله وبنبشر بقشر. بس بسم الله ما شاء الله. بصوا طبق قد ايه، طبعا مش هنحطه ساده كده بقى، نحط معاه شويه رده، نحط معاه شويه كزب، حبه علف صغيرين، حبه دشيشه، اللي عندك كله حطيه ادام الحاجه ايه البط بيقبل اي حاجه بياكل. والفراخ البلدي بصوا هياكلوا برده ما شاء الله وهيتبسطوا على الاخر منها. مش هناكل منها الا الفراخ الساسو دي، مش هناكلهم منها خالص، لكن هناكل كل. وممكن نحط الفراخ الساسو من ده على فكره، نحط الجزر، نحط البتاع دوت الدوت ونحط ده، والبطاطس ممكن نسلقها ونحطها، بس انا بفضل ان الساسو ياكل علف اكتر وياكل الحاجات دي، لو كده ياكلها مستويه مسلوقه على النار تاخد سلق. المهم ايه، تعالوا بقى نقلب مع بعض كده ايه. انا حبيت بس اوريكم ايه، انا هحط منها للطيور يعني هوزعها على الطيور كلها، بس حبيت اوريكم ان مشوار السوق بصوا موفر جدا، موفر جدا عليكي في الوقت اللي احنا فيه ده دوت، موفر معاكي. يعني هتروحي السوق هتجيبي، ده مش هتجيبي بطاطس كتير زي ما انا جبت. يعني انا جبت النهارده بطاطس بكام، ب 30 جنيه بطاطس، جبت بطاطس ب 30، جبت اللهم صل على النبي بتاع دوت الجزر ده جبت ب 10 جنيه، جبت بنجر ب 10 جنيه، جبت اللفت اسمه ايه دوت الابيض دوت بتاع الفجل دوت بنسى اسمه، هو زيه زي اللفت الفجل بتاع السلطه ده جبت ب 10 جنيه. بصوا ما شاء الله يعني انا الحاجات دي ب 30 جنيه، جزر الفجل بتاع دوت البنجر دول ب 30 جنيه، الثلاث انواع بنجر جزر فجل سلطه ب 30 جنيه، و 30 جنيه بطاطس 60 جنيه. اللهم صل على النبي. بصوا بسم الله ما شاء الله هيقعد عندي الاكل ده اسبوع اكل منه الطيور، مع اضافات تانية، مع اضافات ايه بقى، حبات من الدشيشه، حبات من العلف، حبات من الكز، كل حاجه حبات حبات كده صغيره، وشويه رده، الرده بنكترها شويه عشان بتشبع الطيور. وطبعا معانا هرس البيت اهو، هنحط منه برده ان كان شويه مكرونه شويه بواقي عندك في المطبخ طلعيهم، كله هيتاكل مفيش حاجه هتقعد. هتاكلها معانا الفراخ البلدي، البط اللي عمال بص خاوتني هناك سامعين صوته عامل ازاي، هطلعه طبعا وهاكله منها، بس هحط لكل حاجه على قد ايه الوجبه اللي انا هعملها، مش هحط كله اقلب كله ويبهدله لا، عشان اعمل حساب الفراخ البلدي واعمل حساب البط ياكل منها. وكمان لو انت طيورك بتتفق مع بعضها ما بتتخانقش مع بعضها وهتطلعيهم على السطح هتاكليهم وجبه موفره، مش بدل ما تطلعي ده لوحده وده لوحده هتحطي وجبه للكل ياكلوها مع بعضها، منه هتريحك انت مش هتعملي وجبتين، ومنه انك انت ايه هتبقى الاكله ايه موفره. طبعا عايزه اقول لكم الهواء على السطح دلوقتي جو تلج. حبيت بس اقول لكم يا حبايبي السوق النهارده تروحيه بعد الظهر بعد صلاه الجمعه هتلاقي البواقي اللي انت عايزه تجيبها للطيور. والله يا جماعه في حاجات تصلح للبيت لاستعمالنا احنا، يعني هتنقي منها، ما في ناس بتنقي الجزر الرفيع الصغير ده بتجيبه تستعمله، كان في برده الجزر الرفيع ده زي ما هو جميل عشان الخضار احنا في الشتاء ما بيبص. واديني اوريكم البنجر كان عامل ازاي، والفجل بتاع السلطه والجزر قبل ما اقطعه بسم الله ما شاء الله. والبطاطس ممكن تاخدي منها رفيعه وتسلقيها تنقيها لبيتك، واللي مش قد كده تخليه للطيور هتمشي. يعني بصي زي ما انت عايزه توفري عند الطيور هتوفري برده عندك في بيتك، هتروحي تجيبي الكميه دي هتنقضي منها حاجات لبيتك انت والحاجات التانية هتشغليها للطيور. بصوا يا جماعه مفيش حد هيقول لكم كده، ان يعني في ناس تقول انا بروح اجيب للطيور وما تقولش ان انا مثلا باخد منها البيت، ادام الحبايه صحيحه ونظيفه بس صغيره مش مشكله، ما فيهاش حاجه، طب ما هي زرعه طالعه برده من نفس الغيط، ايه المشكله؟ هاخد جزء للطيور وجزء لايه؟ لبيتي ومشي حالي. الدنيا بقت غاليه يا جماعه، لازم نمشي حالنا عشان نعرف ناكل الطيور، الدنيا بقت غاليه غاليه جدا.
يعني الغلاء ده مش عارفه ربنا يرحمنا برحمته. والله الناس نفسيتها زي الزفت، ربنا يعين الناس على اللي هي فيه يا رب.